والله جبالك منين، بس هي شمال يمين شكلها مؤامره، بس هي شكلها مؤامره مفضوحه قوي. يعني موضوع ملعب جابوما ما كانش صدفه خالص ان الكاميرون تختار ملعب جابوما والفيفا يصدق عليه، بس لما تيجي تجيب لي جوشوا بوندو الحكم اللي المنتخب الجزائري عنده تاريخ سيء معاه، وجمال بالماضي اتكلم عنه بطريقه سيئه بعد مباراه بوركينا فاسو، اللي الحكم برضه لا مؤاخذه لو كان نظر ضعيف كان حسب ضربه جزاء لرياض محرز على بوركينا فاسو. فالازمه كلها دلوقتي انك هتقعد تمنطق وتقعد تتكلم بمنطقيه مش هتلاقي. الفيفا داخل في القصه، الفيفا داخل في القصه، الفيفا اساسا مش هو قوي اللي بيطبق العدل في عالم كره القدم، الفيفا فساد معروف بقاله سنين بس الناس ما بتتكلمش فيه. فهل هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري علشان حرمانه من الوصول لكاس العالم؟ بنسبه كبيره جدا مؤامره، بس بنسبة كبيرة جدا برضو الموضوع موجود جوه الملعب، لأن عزيزي كما قال أخونا هشام بتاع قناة في العارضة، ما هنفضل نشتكي كده كتير، هنفضل نشتكي من الملعب السيء، عندنا ملعب سيء في الجزائر، هنشتكي من الحكم ما نديش المنتخب الكاميروني فرصة إن المنتخب الكاميروني يوصل لمنطقة جزائنا، ما نديش المنتخب الكاميروني فرصة إن هو يخلي الحكم يخدمه، المنتخب الجزائري مفترض إن هو عايز يصالح جمهوره، والله الفرقه دي تعرضت لدروب في كاس الامم الافريقيه، فعايز يصالح جمهوره وعايز ترجع العلاقات تاني وعايزين نرجع الهدوء والاستقرار تاني، ومفروض ان هدف من اهداف المحترفين بتوع المنتخب الجزائري ان هم يلعبوا كاس عالم. فمفروض المنتخب الجزائري قدام اختبار قوي جدا، وهو ان احنا عايزين نرجع ثقه الجمهور فينا، وعايزين نرجع ثقتنا لنفسنا، وعايزين نلعب بطوله كاس العالم اللي هي قلنا ان هي هتكون اخر كاس عالم لرياض، اخر كاس عالم لفغولي، اخر كاس عالم لبغداد بنجاح، اخر كاس عالم لياسين ابراهيم لو كان موجود، اخر كاس عالم لسام سليماني. يعني بطوله مفترض ان هي حياه او موت بالنسبه للعيبه دي. فلو قعدنا نفكر في موضوع الحكم وقعدنا نفكر في موضوع جابوما الموضوع هيكون صعب. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نركز جوه الملعب، جوه الملعب هي اللي فيه الخلاصه، الخلاصه اللي بتقول ان كل المؤامرات دي المنتخب الجزائري قادر ان هو يوصل كاس العالم، المنتخب الجزائري ان شاء الله باذن الله هيقدر يخلص من المباراه الاولى في الكاميرون، مهما كانت المباراه صعبه، مهما كان الخصم قوي، فتذكر دايما ان انت بطل افريقيا 2019، تذكر دايما ان انت الفرقه اللي ما خسرتش 35 او 36 مباراه على التوالي، او ممكن يكون رقم زياده، بس عادي عزيزي جل من لا يسهو. فعايز افكرك ان انت منتخب كبير وان انت فريق كبير جدا، وما ينفعش انك تقعد تتكلم على موضوع تحكيم وعلى موضوع ارضيه. ان شاء الله باذن الله الحاجات دي ما تكونش موجوده كحجج وكذريعه للخساره وذريعه للفشل، لان احنا عندنا في مصر هنا بسم الله ما شاء الله الحاجات دي دايما بتكون شماعه لاي حاجه بنتكلم عليها دايما قبل الماتشات، بحيث لو حصل اي دروب بنقول والله احنا عشان 1 2 3 ما عملناش نتيجه كويسه. فنتمنى ان شاء الله ان المصير ده ما يكونش مستني المنتخب الجزائري، ونتمنى باذن الله المنتخب الجزائري يحجز مقعد في كاس العالم قطر 2022، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي والتوفيق للمنتخب التونسي، ونتمنى باذن الله الدعوات كلنا للمنتخب المصري قدام المنتخب السنغالي. ان شاء الله باذن الله نتجمع كلنا في كاس العالم قطر 2022، نركز على الحكم، ياما في حكام سيئين كتير قوي حكموا ماتشات للمنتخب الجزائري والمنتخب الجزائري كان قادر ان هو يكسب، ما نركزش على الارضيه لان الارضيه دي ممكن تلعب عليها كوره وممكن تقدم عليها مباراه العمر. فان شاء الله باذن الله الملعب يكون غير الكلام الكتير قوي اللي بيتقال، ونتمنى ان المنتخب الجزائري والفاف يقرروا فعلا ان هم يشتكوا الحكم جوشوا ياويندي حتى يعملوا ضغط عليه. لو كان موجود مباراه الجزائر هيعمل حسابه ان الناس دي اشتكتني قبل كده فما ينفعش ان انا اظلمهم، ولو ما كانش موجود فدي حاجه تكون كويسه جدا، بس شكوتك لل في حالة تعيين الحكم لازم تكون موجودة بحيث ان انت تضغط عليه يتغيره. فنتمنى ان الاتحاد الجزائري يشكو الحكم ده للفيفا او يشكو الحكم ده للكاف ويقول ان احنا عندنا مشاكل سابقة معاه، فنتمنى ان هو ما يكونش موجود الماتش بتاع الكاميرون بجوشوا بغير جوشوا. ان شاء الله باذن الله المنتخب الجزائري قادر ان هو يكون موجود في كاس العالم قطر 2022. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك واحترمه.